اليوم في فقرة التطبيقات راح نتكلم عن تطبيق مهم جدا، وزي ما نعرفوا ان الفقرة هذه محبة جدا عند المتابعين اللي هم يتبعوا في التطبيقات وفي نفس الوقت يخشوا على المتجر وما يعرفوش شنو ينزلوا. اليوم جبنا لكم تطبيق مهم لصحتكم، اذا انت كنت تسافر هلبة وفي نفس الوقت تسافر وبروحك لازم التطبيق هذا يكون في هاتفك الذكي، لانه يحافظ على صحتك وفي نفس الوقت لو عندك حساسية او اي مرض لا قدر الله التطبيق هذا يفيدك اكيد. نمشي نشوف التطبيق شنو فيه بالضبط وشن اسم التطبيق ونرجع نكمل معاكم باقي حلقتنا. ضمن تطبيق الصحة يمكنك إدخال معلومات مثل اسمك، عمرك وميلادك ونوع الدم والحساسية والحالات والملاحظات الطبية حول وضعك الصحي والأدوية الحالية والطول والوزن. يمكنك أيضا تحديد ما إذا كنت متبرعا بالأعضاء، بالإضافة إلى تقديم اسم طبيبك وأي جهة اتصال أخرى في حالة الطوارئ. هنا يمكنك التعرف على تطبيق الصحة وكيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منه. عندما أطلقت أبل iOS 8 نظام، هو أحدث نظام تشغيل للهواتف المحمولة لأجهزة آيباد وآيفون، جعلت هذا النظام يحتوي على تطبيق جديد يسمى هيلتي. يساعدك هذا التطبيق على تسجيل مجموعة واسعة من المعلومات حول وضعك الصحي، مما يتيح لك مكانا واحدا لتسجيل المعلومات الصحية ومشاهدة تغيير مع مرور الوقت. يتمثل تحقيق أقصى استفادة من التطبيق الصحي لأبل في تتبع عدد محدود من الإحصاءات حول صحتك على الشاشة الرئيسية. يحتوي التطبيق على الكثير من المعلومات، لكن يمكنك أن تكون انتقائيا إلى حد ما في اختيار ما تريد عرضه على شاشتك الرئيسية لتتمكن من فهمه. من خلال التطبيق يمكنك متابعة كل ما يخص صحتك، بدءا من عدد الخطوات التي تتخذها في اليوم إلى مستويات المغنيسيوم الخاصة بك في كل مرة تقوم فيها بعمل تحليل الدم. ولكن يجب أن تحتوي الشاشة الرئيسية على أهم المعلومات التي يجب مراقبتها ومراقبة التغيير الذي يحدثه الزمن عليها. قد تشمل هذه المعلومات الوزن ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ومستوى الجلوكوز. يمكن أن تأتي بعض المعلومات التي تخزنها في هيلتي تلقائيا من تطبيقات وأجهزة أخرى، وقد يتطلب البعض إدخالها يدويا. إذا اخترت عدم استخدام تطبيق هيلتي فما عليك سوى معرفة أنه لا يمكن حذفه، لأنه يتم تثبيته على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 8. فإذا كنت لا ترغب في استخدامه فقم فقط بتجاهله ونقله بعيدا ولا تفعل شيئا آخر. لكن هذا التطبيق قد ينقذ حياتك في حالة الطوارئ لمشاركة بياناتك الصحية والهوية الطبية عند وقوع حادث سير مثلاً.